فريق الأهلي حقق الفوز على زد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري المصري الممتاز. وصل الأهلي للنقطة 84 في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد زد عند 47 نقطة في المركز السابع. بيراميدز فاز على طلائع الجيش بنتيجة 5-2 في المباراة اللي جمعتهم في استاد جهاز الرياضة العسكري في الدوري المصري الممتاز. رفع بيراميدز رصيده ل 76 نقطة في وصافة جدول الدوري، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 39 نقطة في المركز الـ11. اللاعبة ملك إسماعيل صاحبة ال 19 عام أنهت امبارح منافسات نهائي الخماسي الحديث في المركز الـ12، وده برصيد 1359 نقطة في أولمبياد باريس 2024. البحريني أحمد تاج الدينوف أحرز ذهبية المصارعة الحرة للرجال وزن 97 كيلو في أولمبياد باريس 2024، والميدالية دي بتعد الرابعة للبحرين في أولمبياد باريس. منتخب الدنمارك توج بذهبية منافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد باريس 2024، وده بعد الفوز على ألمانيا 39-26 في النهائي. والولايات المتحدة توجت بذهبية منافسات كرة السلة للسيدات، وده بعد الفوز 67-66 على فرنسا لتنتزع صدارة ترتيب ميداليات أولمبياد باريس من الصين. رفعت أمريكا رصيدها لـ40 ذهبية زي الصين، لكنها بتتفوق بفضل تحقيق 44 ميدالية فضية مقابل 27 للصين. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنرجع مرة تانية هنا في الاستوديو لزملائي مصطفى وهبة عشان نكمل فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هالة.